هناخد دلوقتي ال questions on chapter 3 chemical reaction in living organism. أول سؤال: in which of the following is from the anabolic process. anabolic يعني حاجة simple بكون منها حاجة complex تبقى C polymerization. which of the following statement express a characteristic for the catabolic process. ايه صفة للكاتابوليك process؟ هتبقى الإجابة C by which the energy required for performing vital function is obtained. بطلع منها energy. from the opposite graph الرمز الأحمر أنابوليزم، الأزرق ده كاتابوليزم. في بيبي 5 months، طبعا البيبي ال 5 months طبعا الأنابوليزم الجروس بتاعه أكتر من الكاتابوليزم، هتبقى الإجابة إيه؟ اخترناه عشان الأنابوليزم أكتر من الكاتابوليزم. Which of the following graph represent ال concentration of substrate on adding enzyme؟ هو أنا أول ما السبستريت بيبقى كتير وبعد كده هبتدي أشتغل عليه بالإنزيم أحوله لبرودكت، هتبقى الإجابة سي. لان قلنا تركيز السبستريت الماده اللي هشتغل عليها في الاول بتبقى عاليه قبل ما اشتغل عليها بالانزيم واحولها لبرودكت، وشويه الانزيم يشتغل عليها يشتغل عليها يحولها كلها برودكتس يبقى تركيزها بيقل خالص. The following figure illustrates the molecule of two different food substances قبل after the digestion بتاعها. Which of the following represents the digestion product of a piece of bread in mouse. احنا عارفين ان الانزيم اللي بيشتغل في الماوس بيحول الاميليز بيحول الستارش المالتوز، يبقى الناتج هيبقى ايه؟ هيبقى اكس مالتوز اللي هو 2 جلوكوز. طيب which of the following represents the final product الناتج النهائي بتاع الستارش دايجيشن بعد ما هضم المالتوز هيديني جلوكوز واي، هتبقى الاجابه بي واي. which of the following graphs represents the effect of pH ال pH بيبقى ايه الافكت بتاعها؟ هنا اهو في هنا pH optimal أعلى منها بيبتدي يقل لحد ما يقف وأقل منها بيبقى قليل، هتبقى الإجابة C. If you know that the amylase enzyme help in starch digestion in mouse الأميليز بيساعد في starch digestion، إزاي الـ activation energy needed to hydrolyze the starch on adding the enzyme؟ لما بحط الإنزيم الـ activation energy بيحصل لها إيه؟ طبعا decrease C it decrease. The following figure represent a model for the mechanism of an enzyme action inside the human body. Which of the following represent letter X, Y, Z؟ X طبعا ده اكيد السبستريت وزات الانزيم عشان دخل وطلع زي ما هو واي البرودكت، يبقى هتبقى الاجابه دي X هو السبستريت الماده اللي هشتغل عليها واي البرودكت زات الانزيم، عرفنا منين ان زات الانزيم عشان دخل وطلع زي ما هو. The following figure represent a chemical reaction which of the following figure represent الانزيم الشكل ده بيتطابق مع انهي واحد B، يبقى الاجابه B. لو الثيرمال رينج بتاع الانزيم من 10 ل 40 يبقى انهي واحده فيها الماكسيمم اكتيفيتي؟ اكيد قبل الاخيره بشويه، هتبقى 30 الاوبتيمال تمبرتشر، لان احنا قلنا بعد الاوبتيمال بيبتدي يقل 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 لحد ما يقف. From the opposite graph that illustrates the effect of pH on the activity rate of an enzyme which of the following can be concluded. هتستنتج ايه من الحاجه دي؟ الاجابه دي the rate of enzyme activity is equal at pH 5 و 8.5. طب نمشي واحدة واحدة. الانزيم كونسيومد لما البي اتش 9؟ لا، الانزيم زي ما هو ما بيحصلوش كونسامشن. الانزيم ورك ات هايست افيشنت ات بي اتش 6؟ لا، هو بيشتغل اعلى حاجة في 7 مش في 6. الريت بتاع الانزيم اكتيفيتي ديكريز تو هاف من 5 ل 7؟ لا، هو مش ديكريز ده بالعكس انكريز، لكن الريت في 5 هو 85. بصوا نمشي كده ادي 5، بصوا معدلها هنا اهو 8.5 نفس النقطة. The opposite graph shows the relation between the hydrophobic pH and the activity of an enzyme. Which of the following statement could be concluded? أنهي جملة صح؟ وده بيشتغل أعلى حاجة في 1.5 يبقى ده بيشتغل في acidic. الإجابة B. This enzyme works with the maximum efficiency in the acidic medium. بتشتغل أعلى حاجة في قمة المنحنى 1.5 اللي هي acidic. A student carried out an experiment to determine the relation between the activity of an enzyme and temperature. Then recorded the result. دي temperature ودي result بتاعتي. What is the optimal temperature؟ هنقي أعلى activity يبقى هي ال optimal temperature. هتبقى كام؟ عندي 35 50. أعلى activity هي تبقى ال optimal temperature. إيه ال thermal range؟ بيبتدي فين؟ بيبتدي 15 ويخلص 45. 15 و45. الإجابة C. A researcher studied the activity of an enzyme with respect to time. بيقارن الأكتيفيتي بالنسبة للوقت. الأوبزيت جراف ريبريزنت ذا داتا.
how can the rate بتاع ال change في ال enzyme activity ازاي اشوفه؟ عن طريق بي استيميت ال change في ال substrate concentration. طيب ليه الباقيين ما ينفعوش؟ تغيير ال enzyme concentration ملوش دعوة، ال enzyme تركيزه مش هعرف اقدر بيه ال activity، هو داخل بنفس التركيز. تغيير ال inhibitor ملهاش علاقة، اضيف another amount of substrate لا. يبقى الاول استيميت ال change في ال substrate، كل ما ال substrate يعني الانزيم بيشتغل عليه بيقلل السبسترين لحد ما بيوصل ايه ان خلاص كله بيبقى ايه تشبع خالص الانزيم اكتيفيتي. What is the reason؟ ايه سبب تغيير الكيرف between third والفيفث؟ ليه بعد ما كان عالي رجع وقف ثبت كده؟ قلنا ايه الاجابة؟ C consumption of a large amount of substrate. خلاص السبسترين خلاص خلص، فالانزيم اكتيفيتي خلاص ثبتت، خلاص حصل تشبع. أقل activity فين؟ طبعا هنا دي أول نقطة، هتبقى هنا first and second min. on adding pirates ل agent to assemble X، حطيت بايرت على X لقيت لونها اتحولت ل violet، يبقى X دي حاجة فيها بروتين طبعا. وبعد كده after that في مادة Y حطيت لها sample من X وحطيت drop of HCl لقيت البايرتس ما حصلوش حاجة. بصي يا اكس دي اكيد بروتين، هتبقى يا بيس اوف ميت يا اما اج. انا طيب مين اللي بيشتغل في الاستومك بالاتش اس ال بيبسين؟ هتبقى الاجابة بي، a piece of meat وبيبسين. which of statement is not correct؟ مين الجملة الغلط؟ all protein are enzymes. لا طبعا، لان البروتين ممكن تبقى enzymes ممكن تبقى هرمونز. طب لكن باقي الجمل صح، كل الانزيم فيها بيبتايد بوند طبعا، كل الانزيم all enzymes are protein صح، كل البروتين contain nitrogen صح. سؤال 17 from the following graph which represent the activity of three different enzymes A, B, C at different temperature. which of the following enzyme characterized by having the least أقل thermal range؟ طبعا A. بصوا أقل thermal range. which of the following characterized by having the largest thermal range؟ B. بصوا B قد إيه thermal range بتاعه. which of the following enzyme have the highest stability؟ مين اللي يقدر يتحمل درجات حرارة عالية؟ B أهي بصوا و C. لكن ايه بيخلص عند 45 تقريبا، يبقى الإجابة هتبقى A B and C. The following diagram express two process. process 1 الجلوكوز بحوله starch و process 2 الجلوكوز بحوله ل energy. هتبقى الإجابة A process 2 كاتابوليزم، عشان طلعت energy. process 1 anabolism، كونت حاجة كبيرة من حاجة صغيرة. The opposite graph shows the effect of the enzyme on the activation energy of a chemical reaction. دي ال activation energy مع الوقت. which of the following بيمثل الارو السهم بتاع ال reduction of the activation قلت بمقدار قد ايه؟ بصوا بدل ما هي كانت كده بقت كده، يبقى قلت بمقدار y، تبقى الإجابة B y. in the enzymatic reaction in stomach، التفاعل ال reaction في ال stomach. in which of the following cases the product concentration بيزيد؟ امتى بيزيد ال product concentration؟ لما بزود السبستريت كونسنتريشن، انا بزود السبستريت فالانزيم بيشتغل بيطلع لي برودكت. ليه ما اخترناش الباقيين؟ هل لما بزود الانهيبيتور؟ لا طبعا مش هيطلع لي برودكت اصلا، ما هيوقف الانزيم. هل لما بزود الهيدروجين ايون؟ لما بزود الهيدروجين ايون يبقى بخلي الوسط الكلاين، يبقى هيقل الاكتيفيتي. هل لما بقلل تركيز الانزيم؟ لا طبعا، لو قللت الانزيم يبقى مش هيشتغل كتير فالبرودكت هتطلع قليل، يبقى الاجابه سي increasing substrate concentration. study the following figures in answer. بيقول لك ده انزيم ايه بيشتغل على سبستريت 1 على 1 و2 على 2 و3 على 3، انهي واحد سبيسيفيك اكتر شكله مقارب ليه اكتر؟ ده اقل سبيسيفيك، ده اقل سبيسيفيك خالص. الاجابه هتبقى E1 is more specific than E3، يبقى ده اعلى سبيسيفيك، ده اقل منه، وده اقل واحد في السبيسيفيك، لان المفروض يبقى الشكل مطابق. The opposite figure represent one of the enzymatic characteristic. ايه الرسمه دي؟ سي specializing in combination، متخصصه ليها انزيم معين بيدخل على سبستريت بشكل معين بيبقوا نفس الشكل. what happen when trying to carry out، لو انا عايز اعمل الانزيماتيك اكشن in the lab without using the enzyme. طبعا انا كده محتاج activation energy كتيره جدا، يبقى it occur under certain condition، هتحصل نتيجه تحت certain condition. طبعا faster rate غلط، بتحصل وتدي different result غلط، مش بتحصل خالص، لا هي بتحصل بس محتاجة activation energy كتيرة جدا. what is the reason for decreasing the enzyme activity؟ تجربتين عملتهم هما
بس واي اقل من اكس. ليه طب اكتيفيتي اوف واي اقل من اكس مع اني حاطط نفس السبستريت وكل حاجه؟ اكيد بريزنس اوف انهبيتور، هما الاثنين نفس تركيز السبستريت، نفس التمبريتشر هي 37 37، نفس البي اتش هي هي، يبقى الحاجه الوحيده اللي هنا بريزنس اوف انهبيتور. Which of the following graph represent the correct relation between the temperature؟ الرسمه دي العلاقه between the temperature، هنا في الاوبتيمال قبلها او اقل منها بيقل الاكتيفيتي واعلى منها بيقل لحد ما يستوب. Some types of bacteria live in hot springs اللي فيها temperature من 85 ل 95 وفيها دي ان اي بوليميريز انزيم بيستخدم في replication of DNA. Which of the following graph express relation between the rate of bacterial DNA replication and temperature؟ الانزيم ده بيشتغل قد ايه؟ من 85 ل 89. مين بقى اللي هيبقى هنا 85 ل 89 هيشتغل كتير؟ هتبقى الاجابه بي، لان بعد السكست هيزيد عشان هو بيشتغل من 85 ل 89، 85 ل 95. دي طبعا غلط، ده هو 16 هنا خلص وهنا غلط. لا هو بيزيد بعد 85 و 95 بيزيد، هتبقى الاجابه بي. The opposite table shows the enzymes activity for the action of C enzyme A, B, C extracted from the digestive system. What do you expect B يبقى مين؟ B بص بيشتغل في الوسط الأسيديك قد إيه؟ هيبقى بيبسين وستومك، بيبسين وإيه؟ ستومك. طب إيه الميديم بتاعت B و C respectively؟ B بيشتغل في أسيديك و C بيشتغل في بيزك، هتبقى الإجابة دي أسيديك وبيزك. What is the reason for؟ ليه الستوب إيه لما أحطه في B؟ طبعا عشان تغيير ال pH. ايه السيميلاريتي بين A و C؟ A و C شبه بعض في ايه؟ هما الاتنين بيشتغلوا في وسط نفس ال pH بتاعتهم. Hydrogen ion concentration suitable for the enzyme action، بيشتغلوا هما الاتنين اهو A و C. If you know that the pepsin enzyme help in the digestion of protein in the stomach، What happens the activity of enzyme لو ال pH increased في الاستومك؟ طبعا لو زادت هيقل ال activity، هتبقى الإجابة C. In an experiment figure 1 represents the beginning of the experiment where test tube containing starch solution و amylase was put in a water bath with temperature 55 وال pH 74 represents the experiment. Which of the following is expected about solution X؟ solution S الانزيم 55 ما بيشتغلش الاميليز خلاص بيبوظ، يبقى الستارش زي ما هو، يبقى مين اللي هلاقيه؟ ستارش. بعد ending the experiment the test tube رحت حطيتها في water pass بس التمبريتشر بتاعته 65 with the same pH، ايه اللي هلاقيه؟ برضه ستارش، لان انا قلت خلاص الانزيم باظ اصلا، دي ديناتوريشن طبيعته اتغيرت، حتى لو رجعت قللت التمبريتشر وخليتها عند الاوبتيمال خلاص هو مش بيشتغل. The following diagram represents the pathway of one of the chemical reaction during an experiment. Substrate enzyme 1 اداني X 2 اداني Y E3 اداني reaction product. What do you expect to happen on adding an excess amount of Y to the chemical reaction؟ لو ضفت كمية Y كتيرة للchemical reaction هتبقى الإجابة إيه؟ Activity of enzyme 3 increase والreaction product increase. ليه ما اشتغلناش الباقي؟ كل ما زودت السبستريت او السبستنس اللي هيشتغل عليها الانزيم اكتيفيتي بتاعته هتزيد. طبعا بي دي غلط هنا، او ماشي هيزيد بس المفروض الرياكشن برودكت انكريز، دي غلط دي بتزيد والرياكشن انكريز، هتبقى الاجابه ايه؟ اكتيفيتي اوف انزيم 3 انكريز والرياكشن برودكت انكريز. The opposite graph illustrates the effect of amylase enzyme on starch digestion at 3 temperature. Which of the following code be concluded؟ انت تستنتج ايه من الكود ده؟ C the best result for starch digestion من 30 ل 40، من ايه؟ من 30 ل 40 اللي بتزيد فيه، هتبقى الإجابة C the best result for starch digestion at temperature 30 after 40 seconds. أعلى حاجة الباقيين كله غلط. 32 The following graph represents the reaction rate for various kinds of enzyme at different temperature and pH. بص بقى دي الانزيم 1 2 3 وده 4 و 5. Which of the following curve represents the temperature range and pH of the value at enzyme extracted from the stomach؟ الحاجات اللي في الاستومك يبقى اسيدك، يبقى اكيد 4 هنا
ومين اللي بيشتغل في 37 درجة حرارة الجسم بتاعنا؟ 1. يبقى 1 و 4. Which of the following curves represents the temperature range and pH of value of enzyme extracted from bacteria؟ البكتيريا دي بتعيش في درجات 75. 75 هيبقى curves، وفي وسط ايه؟ alkaline. alkaline يبقى هتبقى 5. ومين هنا في دي؟ curve 3. ليه بقى؟ لأن فوق ال 75 يبقى 3 و 5. The following three graphs describe the change in the concentration of each of enzyme وبروتين وأمينو أسيد. احنا عارفين إن الإنزيم بيحول البروتين لأمينو أسيد. By the effect of enzyme which decompose protein. ده تركيز A وده تركيز A وده تركيز A. عايز يعرف مين الإنزيم، مين البروتين، مين الأمينو أسيد. هتبقى الإجابة B. ليه اخترنا الإنزيم؟ تركيزه هو هو، احنا قلنا بيدخل ويطلع من الرياكشن زي ما هو. إيه هو البروتين؟ سي اللي هو الايه؟ الامينو اسيد. سي البروتين. ليه؟ لان البروتين تركيزه بيقل. ايه هو مين؟ الامينو اسيد. تركيزه بيزيد لما الانزيم بيشتغل، بيحول البروتين لامينو اسيد، فبالتالي ايه بيزيد اللي هو الامينو اسيد، وسي اللي هو البروتين بيقل. هتبقى الاجابه بي. بي از ان انزيم، قلنا لان زي ما هو سي هو البروتين عشان تركيزه بيقل، ايه هو الامينو اسيد عشان تركيزه بيزيد نتيجة شغل الإنزيم بيحول البروتين لأمينو أسيد. The following table illustrates some enzymes that work in different sites X, Y, و Z في ال digestive system. طب نمشي واحدة واحدة. ال mouse salivary gland pH 7.2 ل 7.5، stomach 1.5 ل 2.5، small intestine trypsin و lipase و amylase 7.5 ل 8. From the opposite graph إيه اللي هيحصل؟ هو اللي بيبتدي كده يشتغل، يطلع من الماوس يدخل على الاستومك، قلنا pH 1.5 هنا في الاستومك، يرجع يطلع تاني على 8 فين؟ في السمول انتست، طريق الاكل. طيب بيقول لك لو في ديس اوردر حصل في واي، في مشكله وقفت الافرازات بتاعه الاستومك، يبقى هيمشي على طول كده، هتبقى الاجابه بي 7 على 8 على طول. A student carried out an experiment where he put a test tube containing starch solution و amylase in suitable conditions for the action of this enzyme. Which of the following can the student perform to assure the digestion؟ هيتأكد ازاي؟ بضيف الايودين سوليوشن. لو الايودين لونه ما هتغيرش يبقى اذا ايه؟ الستارش اتحول لمالتوز. ازاي هيتأكد؟ قلنا by adding iodine solution. Fisherman use ice to keep the fish. بيحطوا تلج. How does the ice بيحافظ ازاي على الفيش فريش؟ ان هو stop the activity of enzymes that lyses the cell، بيوقف الانزيمز اللي بتحلل الخلايا. Which of the following characteristic makes the enzyme بيخلي الانزيم beneficial مهم في الميني فيلدز؟ ان هو الانزيم increase the speed of certain reaction. هندخل على miscellaneous questions. Give an example for polymerization process في البلانت سيل، ال starch formation from glucose molecule اللي بيجي من الفوتوسينثيس. In the light of your study of metabolism، ايه اللي بيحصل للمصل during physical exercise؟ during physical exercise البادي مصل اصلا بيبقى عندها جلايكوجين، convert it into glucose، والجلوكوز ده يحصل له oxidation catabolism في الميتوكوندريا to produce energy needed by the muscle. رقم 3، ال living cell can complete the chemical reaction rapidly and by consuming less activation energy، طبعا by using the enzyme work on decreasing the activation energy through reducing the cell consumption of more energy، وبتخلي الكيميكال رياكشن يحصل رابيدلي. The biochemical reaction occur in presence of specialized enzymes only، لأن قلنا ال specialized enzyme increase the speed of the reaction and decrease the activation energy، وبتبقى specialized قلنا بيبقى ال enzyme specific ل one substrate or one or few types of reaction. Plants form each of starch and cellulose. Do you expect that the enzyme sharing the starch synthesizing هو اللي بيساعد في cellulose formation؟ No، لأن enzymes are highly specific. Each enzyme is specific for one substrate or one type or few types of reactions. When adding solution X consists of several substances to a piece of bread test tube, simple sugar are produced. إيه المادة اللي بتكون ال X دي؟ ده ال amylase enzyme. والبفر solution بتاعتها 7.5. إيه أهمية الإنزيم؟ طبعا reduce the activation energy needed to start the reaction. Make the chemical reaction occur rapidly. ايه الimportance؟
بتاعة البفر سوليوشن. البفر keeps the pH temperature constant at certain value. رقم B, what are the conditions taken؟ ايه اللي بيحصل هنا في التجربة دي؟ بستخدم buffer solution with suitable pH 7.5, suitable temperature, absence of inhibitor. طيب بيقول لك لو حصل تغيير في الظروف دي ال enzyme activity will decrease. What are the similarity and difference between the catalyst اللي هو ال enzyme و other catalyst؟ هما الاتنين شبه بعض, ال enzyme وال catalyst increase في ال chemical reaction, speed them up without being affected or consumed. طيب ايه الفرق بينهم؟ الكاتاليست العادي less specific, لكن الانزيم بيبقى more specific او highly specific. each enzyme specific one substrate او one type or few types of reactions. give reason less suitable temperature for using some closest detergents are recorded on them. عشان قلنا to provide the optimal temperature اللي فيها الانزيم اللي في الديترجنت work with maximum activity. What happened in case of decreasing the medium temperature اللي فيها الأمايلاز to zero؟ قلنا the activity will stop completely but will restore its activity by increase the temperature. لو رجع ده علينا درجة الحرارة هيرجع الـ activity تاني. The two graphs show the relation between some enzymes activity and each of temperature and hydrogen pH. ايه الـ optimal temperature بتاعت enzyme 1؟ 25. ايه الـ thermal range بتاعت enzyme 2؟ من 10 ل 35. طيب رقم C, what is the optimal pH for enzyme 3 acidic 4 alkaline. طيب مين هما اللي احنا خدناهم؟ 3 ده تعتقد يمثل ايه؟ بيبسين انزيم في الستومك, تريبسين في السمول انتست. give an example for a food substance that is digested في الالكالين ميديم بس. البريد اكزامبل الكربوهيدرات. مين اللي بيتهضم في البيزيك والاسيديك ميديم؟ البروتين او زي الميت مثلا, مش بيتخدم في الستومك بالبيبسين وفي السمول انتستين بالتريبسين, يبقى بيتخدم في بيزك واسيديك ميديم. رقم 11, بيبسين انزيمز ذات ورك ان ذا سمول انتستين نيدز ا بافر سوليوشن هوز بي اتش فاليو 1.5 ان اوردر تو ورك وذ ا ماكسيمم افشنسي. الاجابه دي طبعا رونج, لان البيبسين بيحتاج وسط اسيديك بيشتغل في الاستومك مش بيشتغل في السمول انتستين. وات هابن ان كيس اوف increase the acidity of stomach above the optimal value for the action of the enzyme. قلنا البيبسين enzyme will decrease gradually in the stomach till stop. In the reactions of the trypsin enzyme, a neutral buffer solution is used to prepare the medium. الجملة دي غلط, لأن trypsin enzyme need an alkaline medium pH 8 in order to work with maximum activity. At the normal conditions in the lab, the enzyme is used directly with the substrate to perform its action. الإجابة دي wrong, لأن it is necessary to provide the factor. لازم يبقى فيه factor help to speed up the enzyme reaction, زي الـ temperature, زي الـ pH, زي الـ enzyme concentration, زي الـ substrate concentration. مش مجرد ما بضيف الإنزيم على الـ substrate خلاص اشتغلت الدنيا. سؤال 15, a student carried out an experiment in lab where he had pepsin enzyme extracted من المعمل الستومك لإيج ألبوم وحط 37 for 5 minutes وقاد البيرت سيليشن. طبعا 37 دي مناسبة للبيبسين, هيشتغل هيحول البروتين لبولي بيبتايد. لو جينا حطينا عليه البيرتس لونه هيبقى بلو زي ما هو, مش هيتغير لفيولت لأن حصل ديجيشن للبروتين. The following table shows some enzymes that work in different sites in the digestive system. Salivary amylase 7.2 7.5, pepsin 1.5 2.5, pancreatic amylase will trypsin or lipase 7.5 8. Predict the change in salivary amylase activity. ايه اللي هيحصل للاكتيفيتي لما يتنقل من الماوس للاستومك؟ طبعا الانزيم اكشن ويل ستوب. ليه؟ لان الديكريز البي اتش فاليو بيلو الاوبتيمال تمبريتشر, لان هو قلنا السليفري امايليز بيشتغل في ويك الكالين. طب رقم بي, ايه اللي هيحصل في التغيير في البيبسين انزيم لما بيتنقل من الاستومك للسمول انتستين؟ برضو الاكتيفيتي انزيم او الانزيم اكشن ويل ستوب نتيجه الانكريز في البي اتش اباف الاوبتيمال تمبريتشر, لان البيبسين بيشتغل في اسيدك. الميتابوليك بروسيسز ار ريفرسيبل, الجمله دي كوريكت, لان الميتابوليزم بيبقى انابوليك وكاتابوليك. الكاتابوليزم الكيميكال بوندز امونج البوند بروكن تو اكستراكت الانرجي, لكن في الانابوليزم السيمبل ستراكشر form complex structure through reaction consume energy.
هنا مونوساكرايد، هنا كربوهيدرات بروسس 1 ادتني مونوساكرايد، بروسس 2 ادتني اي تي بي، 3 ادتني جلايكوجين. ايه 1 و2 و3؟ 1 دايجيشن، كسرت الحاجه الكبيره لحاجه صغيره. 2 كاتابوليزم عشان ادتني انرجي. 3 انابوليزم بوليمرايزيشن، حولت الجلوكوز لجلايكوجين. طيب what do the two processes 2 and 3 occur؟ بيشتغلوا فين 2 و3 في الهيومن بودي والاهميه بتاعتهم؟ 2 اللي هي ايه؟ الكاتابوليزم، بتحصل في الميتوكوندريا في البريزنس اوف اكسجين. ايه الاهميه بتاعتها؟ obtaining energy required for performing the vital activities. process 3 بتحصل فين؟ في الليفر والمسل، storage of energy. طيب C the process 3 depend on 2، هل عملية 3 بتعتمد على 2؟ اشرح كده. لان في الانابوليك process number 3 اللي فيها الانرجي consumed in order to form many complex form من simple compounds through a chain of reaction. This energy produced من مين؟ من الكاتابوليك اللي عشان تكون لي الايه؟ الجلايكوجين. From the previous diagram illustrates the fate، مصير الكربوهيدرات. بص الكربوهيدرات are digested في digestive system into monosaccharide، يا اما استخدمه احول منه producing energy عن طريق الجلوكوز اوكسيديشن في الميتوكوندريا، الانرجي اللي موجوده في البونز بطلعها released to be stored in ATP، و ATP ده transfer to another places need the energy from it. يا اما مصيره التاني ال excess of glucose، يبقى ده المصير الأولاني. ال excess of glucose is stored in the form of glycogen in the muscle and the liver. The opposite graph represents the thermal range of two enzymes A and B. Determine which of them can be used efficiently in synthesis of glucose detergents. Explain your answer. هتبقى B طبعا، لأن ال thermal range من 30 ل 100 كتير جدا. Therefore it can be used in cleaning the very dirty clothes، عشان عنده ممكن يبقى الميل. That need a high temperature as the white clothes without losing، من غير ما يفقد ال enzyme activity. The two following graph illustrates the experiment to show the effect of amylase enzyme in starch digestion. هنا 1 و 2 و 3 و 4. مين من دول contain large amount of simple sugar after an hour؟ هتبقى الإجابة test tube 4. ليه؟ لأن كل الظروف مناسبة. الأميليز work efficiently في الـ pH 7.5، الـ optimal temperature 37، في absence of inhibitor، يبقى كل حاجة مناسبة. ما اخترناش 1 و 2 لأن 15 دي مش مناسبة، لكن هنا 37. ما اخترناش دي ليه؟ لأن ما فيهاش أميليز. هنا ستارش وأميليز وبفر 7.5 و 37، كل الظروف المناسبة. The following diagram contains a scientific mistake، في غلطة، mention it with explanation. الغلطة بيقول لك ان الانزيم بعد ما increase the temperature above the optimal temperature activity stop and return. لا هي مش return، ما بترجعش، لان انا لما increase the temperature above the optimal temperature الانزيم activity decrease gradually till stop او till reach a temperature stop completely. وبيحصل ايه بقى لل الناتشرال كومبوزيشن؟ بيحصل له تشينج، يحصل دي ناتوريشن، طبيعته تتغير و not return to its activity حتى لو decrease the temperature. The opposite figure shows an experiment to measure the effect of temperature on the activity of catalase enzyme. Enzyme بيحول الهيدروجين بيروكسيد into water و oxygen. Where equal amounts of enzyme were added in test tube X, Y, Z, A. Each of them contain 2 ml of hydrogen peroxide. هنشوف كده a different temperature. Which test tube could express the minimal temperature؟ أقل حاجة هيبقى ذات. طيب temperature اللي فيها الانزيم activity stop L، مفيش حاجة طالعة. التست tube اللي فيها الاوبتيمال طبعا X، اللي طالع اكسجين كتير. في دراستك ايه الكونديشن needed for this experiment؟ ان انا لازم استعمل equal amounts من السبستريت اللي هو الهيدروجين بيروكسيد والانزيم كاتاليز انزيم، وخلي البي اتش كونستانت باي يوزنج بافر وابسنس اوف انهبيتور عشان اشوف الايفكت اوف ديفرنت تمبريتشر على السبيد اوف انزيماتيك رياكشن. ذا فولونج فيجر الستريت سام دايجيشن بروسيس، مين من دول احسن واحده بتشتغل؟ هتبقى في تيست تيوب 1. ليه بقى؟ لان البي اتش 2 للبروتين والووتر وتمبريتشر 37، يبقى presence of protein substrate في suitable pH بتاعته acidic عشان هنا stomach.
وسيوتابل تمبريتشر 37 وكلها ظروف مناسبة لبيبسين انسان. ليه الباقيين مش بيحصلوا؟ هنا بي اتش مش هيشتغل فيها، بي اتش مش هيشتغل فيها، 8 مش هيشتغل، بس هنا 80 هنا بيشتغل 37 هي الاوبتيمال. To study the effects of trypsin enzyme on the digestion of different protein substances at suitable temperature. حطينا minced meat, soya bean powder, diluted HCl, sodium bicarbonate, trypsin enzyme. في هنا غلطة عملها، غلطة إننا حط التريبسين و HCl. التريبسين مش بيشتغل في الوسط الأسيدك، بيشتغل في الألكالين ميديا.